إنها ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم، يوم جديد يحلم هؤلاء المصريون المعتصمون ليل نهار منذ أيام على أرض ميدان التحرير بوسط القاهرة أن يسمعوا فيه نبأ رحيل رئيسهم حسني مبارك. احنا بنطالب بإسقاط النظام، إسقاط الرئيس محمد حسني مبارك، ومش هنرضى ان هو يعين واحد من الحكومه بتاعته. احنا طول عمرنا مكبلين بالقيود، احنا اتمنينا ان احنا يعني نتكلم، لان احنا طول عمرنا السكوت والخوف ممتلك علينا كلنا. احنا كلنا النهارده ايد في ايد، انا شايفه مسيحي في ايد المسلم، هلال مع صليب، يعني كلنا واحد. تعددت مطالب المتظاهرين، لكن السواد الأعظم من الشعب المصري يتفقون على مطلب واحد، وهو إسقاط النظام وتخلي مبارك عن السلطة بعد 30 عاما من حكمه.